برئاسة القاضي ديفيد راي، استأنفت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها واستمعت للمرافعات الختامية لفريق الدفاع عن المتهم حسين عنيسي. المحامي ياسر حسن بدأ مرافعته بالتركيز على رفض شهود الادعاء المثول أمام الدفاع، وبعدها انتقل ليؤكد أن كل ما جاء على لسان المدعي العام فيما خص أحمد أبو عدس لا يمت إلى الحقيقة بصلة. هذا يطعن في كل تصور المدعي العام من أن أحمد أبو عدس شخص ساذج وليس له علاقات. أحمد أبو عدس شخص جهادي يتعلم السلاح، يتعلم التفجير، يتعلم الاتصالات، يشفر جهاز الكمبيوتر الخاص به، لديه علاقات بتنظيم القاعدة، يتوافق مع هذه الأفكار. هذا هو الرد يا سيد الرئيس على ما كان يقوله المدعي العام أنه لا علاقة بين السيد أحمد أبو عدس والقاعدة 13. أظن الأمور واضحة أن أحمد أبو عدس يؤيد عمليات التفجير داخل المملكة العربية السعودية، يؤيد استهداف المسؤولين السعوديين، يؤيد الاغتيالات السياسية. علاقة السيد رفيق الحريري بالمملكة العربية السعودية هناك علاقة اتصال قوية، هي بالنسبة للسيد رفيق الحريري تصل إلى مرحلة العلاقة العضوية ما بين المملكة العربية السعودية والسيد رفيق الحريري على المستوى السياسي والمالي وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذا سيد الرئيس أمر معلوم لا جدال فيه. قام الإدعاء قائلا أنه بفرض أن السيد أحمد أبو عدس قد غادر مع السيد خالد طه فإن هذا لا يعني شيئا، وهذا مخالف للحقيقة سيد الرئيس. السيد خالد طه عضو في تنظيم القاعدة، السيد خالد طه هو مهندس اتصالات تنظيم القاعدة، السيد خالد طه هو المسؤول عن التجنيد في تنظيم القاعدة، السيد خالد طه هو الصديق المقرب لأحمد أبو عدس. المحكمة العسكرية الرئيس العميد الركن نزار خليل حكم السيد خالد طه ب15 عاما، ولكن صدر عليه الحكم غيابيا. إذا كانت المحكمة تعترف بالحكم الغيابي فأهلا وسهلا، أما إذا كانت لا تعترف فهذا أمر آخر. أن الدفاع سيد الرئيس يتعامل مع الحقيقة القانونية أن السيد أحمد أبو عدس هو شخص على قيد الحياة، الغياب لا يدل على الوفاة. بعد مرافعة ياسر حسن اعترض المحامي فانسون لابروس على محاولة تقليص وقته في الدفاع عن عنيسي، معتبرا أن من حقه أن ينهي دفاعه، فجاء تبرير القاضي راي بأن المرافعة ممتازة وتحمل أدلة قاطعة. هذا مديح هائل من الغرفة بأسرها لكل الفريق، لكامل الفريق، السيد كورسال لابروس وسيد حسن وسيد فون ويستنغهاوزن، ولكن بعد أن كتبتم مثل هذه المذكرة ذات الأدلة القاطعة والممتازة، لما تحتاجون إلى 5 ساعات إضافية في المحكمة لإنهاء مرافعتكم؟ فالمذكرة ممتازة، لا تحتاجون إلى الحجج الختامية والمرافعات الختامية. بدورها فوجئت محامية عنيسي ستينغهاوسن بأنه في آخر جلسات المحكمة تطلب الغرفة الأولى من الأفرقاء تقديم حججهم فيما يتعلق بأشكال المسؤولية، وهذا كانت قد بتته محكمة الاستئناف. وهنا رأى القاضي راي أن قرار محكمة الاستئناف غير ملزم، على عكس رأي القاضي لتياري الذي رد بالاستناد إلى حكمه في قضية تلفزيون الجديد. فأنا شخصيا بتيت وفصلت في قضيتي تحقير أمام هذه المحكمة، ولم أوافق مع قرار غرفة الاستئناف حول الاجتهادات، ولكن كنت ملزما باتباع هذا القرار لأنه كان ملزم. بعدها رفعت الجلسة إلى الساعة 9:30 من صباح 21 من الجاري.